فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع ثلاث خطب: خطبة في يوم عرفة، خطبة في يوم عرفة قبل صلاة الظهر لوادي عرنة، خطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة بليغة جامعة قرر فيها أصول الدين وبين فيها أحكام الملة ووضع فيها قواعد عظيمة تسمى خطبة عرفة. والخطبة الثانية في يوم النحر بعدما دفع من مزدلفة وفرغ من مناسكه صلى الله عليه وسلم، خطب الناس يعلمهم أحكام الذبح وأيام التشريق وما يفعل فيها، ويفتي الناس ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج في هذا اليوم. وخطبة في ثاني أيام التشريق يوم الثاني عشر علم فيها الناس عن النفر، أحكام النفر من منى وطواف الوداع، وأوصاهم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه أبطل ما كانوا يعملونه في الجاهلية.